نعم كما قلنا هذه هنا الحدود ديال المقاطعه ديال المرينين، على اليمين المقاطعه ديال المرينين وعلى اليسار كاين المقاطعه ديال فاس المدينه. اذا المجال كله هنا كنمشيو في اقصى الشرق ديال المقاطعه ونستمروا ان شاء الله حتى لاقصى الغرب فين كاين الحدود. هنا كاين سيدي بوخوابي، هذه المنطقه كتسمى سيدي بوخوابي يعني هنا. اذا الترصيف اللي كان بديناه، الترصيف بديناه من هنا، من هنا وطاح حتى للمقاطعه التبريد ديال انت كنلاحظوا الجانبات كلها ديال هذا الطريق اللي كتسمى سبع لويات كلها ان شاء الله. اذا هذا التصوير داز وكنأملوا ان شاء الله كذلك نديروا الاناره الاعتلاليه يعني الاعمده الكهربائيه باش على حسب اللي غادي يمروا هنايا. هذه المقبره ان شاء الله مستقبلا كنقولوا يعني نحدوها بشي اسوار، مطلوبنا من السيد العمده باش يعني يفكرونا في هذا الموضوع هذا. اذا التبريد اللي قامت به الجماعه مشكوره. وتم التوسيعه ديال الطريق كما كتلاحظوا، كان طريق ضيقه دابا الحمد لله موسعه باذن الله. يعني احنا ديما في نفس المقاطعه. كمعطيات ديموغرافيه عن المقاطعه؟ 250,000 نسمه، 250,000 نسمه، والوتيره ديال الزياده هي 1.9% كل سنه، 1.9% جوج تقريبا 2% ديال الزيادات. الاحصائيات ديال 250 او 240، الاحصائيات ديال 2014 كتعطي غير 210,000 تقريبا، ولكن الاحصائيات ديال وزاره الصحه اللي كدير التلقيح عطاتنا 250,000 نسمه هو اللي كيبان الحقيقي. اذا كنلاحظوا بان المعلمه ديال المارين هي هذيك، وهذيك تما كيتواجدوا مقابر استاد الملوك مارينين اللي تعاقبوا على مدينه فاس، هي هذيك تما كاين في الجانبات ديالها، داك الشيء علاش بقات هنا مقبره. اذا هاد المعلمه هذه هنا كيبان لنا الاوتيل ديال المارينين، اوتيل المارينين معروف يعني خمسه النجوم عنده. حنا هذا مركز او منطقه كنأملوا باش تكون منطقه سياحيه، منطقه سياحيه امتياز لان نظرا للموقع المطل ديالها على مدينه فاس من الجانبات، واحسن موقع تشوف فيه فاس هو هذه المنطقه هذه. السيد رئيس هذه منطقه سياحيه بامتياز، ما فكرتوش انكم تدعموها بحيث تولي فيها نشاط على مدار الساعه ليل نهار؟ نعم هذا الشيء، هذا هو اللي قلت لك انا، باش قلت لك انا يعني خصنا المستثمرين يعني هذا الدعم ديالنا ما غادي خص اللي غادي يعني يواكبوا. ولهذا احنا كنقول كنناديو بعض المستثمرين يجيو يعني يشوف معنا هذه النقطه هذه ويحاولوا يعني باش يجلبوا يعني السياح لهذه المنطقه هذه، لان كما قلنا لا يمكن ان ترى فاس يعني بإمعان الا من هذه المنطقه هذه. احنا كنقولوا للاخوان المهتمين بالمجال السياحي والمستثمرين في هذا المجال، كنقولوا احنا كنقولوا باش يجيو يعني يبداو المشاريع ديالهم، وحنا موجودين حنا يدنا بطبيعه الحال، بطبيعه الحال باستشاره مع بالتعاون مع بشي اقتراحات. مازال حنا كنشكركم بعد على هذه الالتفاته اللي جيتيو، ان من خلالكم غادي نقدروا نمروا هذه المقترحات ديالنا ان شاء الله. حنا درنا جوله مع بعض الاخوه، مع بعض صيفطنا رساله للمديريه الجهويه للثقافه، مدير جهه الثقافه. حنا كنلاحظوا بان السياح يعني فعلا بعض المرشدين السياحيين كيعرفوا الاهميه ديال المنطقه وما جاو، ولكن بغينا من المستثمرين في هذا المجال يجيو لهنايا يشوفوا هذه المنطقه هذه، لان منطقه مهمه كتضم واحد العدد ديال المآثر التاريخيه من جهه، وكتضم كذلك كما قلنا كتضم كتعطينا واحد الرؤيه يعني عامه على مدينه فاس. هذا المنظر، هذا المنظر المطل يعني كيطلع على مدينه فاس كلها. هنا كنشوفوا مآثر، هنا كنشوفوا مآثر ديال المارينيين، هنا بعض في الجانب هنا كاين بعض القبور ديال المارين، استاد الملوك المارينيين كانوا مدفونين هنا على ما كيقولوا المؤرخين ديال استاد الملوك في ذاك القبة. استاد الملوك نعم، استاد الملوك من المارينيين، وواحد من الفاطميين، خمسة الملوك من المارينيين وواحد من الفاطميين مدفون في هذه المنطقة هذه. وهاد الشيء كنقولوا للمديريه الثقافه، حنا صيفطنا مراسله المديريه الجهويه ديال الثقافه تجي تهتمنا بهذا المعمار هذا، وكنقولوا للمستثمرين هذا هذه منطقه يعني مهمه بالنسبه للمجال السياحي،
يعني كنشوفوا بان الناس اللي كانوا قالوا المرشدين السياحيين عارفين الاهميه ديال هذه المنطقه، هما كيأتيو كيجيو بعض السياح. حنا بغينا تكون منطقه مركز مهم، مركز يجيو له كل زائر يجي يشوف لنا هذه المنطقه، لان كما قلت قبيله كنلاحظوا بان المنظر العام ديال مدينه فاس من هذه المنطقه. المنظر العام ديال فاس كنشوفوه من اقصى من شرقه الى غربه كله في هذه النقطه هذه. بطبيعه الحال كنمشيو للمعلم كذلك التاريخي اللي عندنا ديال البرج الشمالي اللي بناوه البرتغال انذاك، فهمتي، كلشي كيعرفوا اللي كيضم دابا متحف الاسلحه كنشوفوا من تما مناظر، ولكن اللي ما المتحف عنده خصوصيات ديالو ما يمكنش يعني يستقبل هاد الناس هادو. ولهذا كنقولوا بعدا اذا كان شي مشاريع هنا تكون في هذه المنطقه هذه. كنلاحظوا الاسوار، كطلع على اسوار الملك، كطلع على جميع البنايات ديال فاس كلها هنايا، الاسوار ديال المارينيين. يعني كنحسوا بان هذا اي زائر فاس خصو يجي لهذ المنطقه هذه يشوف هذ المنطقه هذه. نعم السيد رئيس، نبدأ عن تسميه المقاطعه، مقاطعه المارينيين. المقاطعه يعني سميت على 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 ما بني هنا، شي سميت المقاطعه المارين، ولان فاس كما قلت بلاصه من داك على ما كيقولوا المؤرخين سميت لان كاين هذا السيت ديال المارينيين. كنلاحظوا بان حتى حنا في الشعار ديالنا دابا ديال المقاطعه دايرين هذيك القبه هذيك اللي باش كنرفقوها يعني كنرفقوا الاسم يعني بالتاريخ وبالما بني. يعني هل هناك مؤشرات بالنسبه للسياحه، هل هي في نمو او في تراجع او ثابته؟ لا الحمد لله بالنسبه لفاس كما قال السيد العمده في اللقاء ديالو الصحفي وفي اللقاء ديالو مع المستثمرين، ان الحمد لله كاين واحد الزياده كبيره، كاين زياده في السياحه. حنا بغينا هذه الاستفاده ديال السياحه اللي كاينه، يعني يستافد منها هذه المقاطعه خصوصا مع فتح الخطوط ديال الجويه ما بين فاس وما بين السنغال وما بين باريس. الخط الثاني اللي دار دابا ديال باريس، يعني الخطوط اللي تفتحات يعني غتعطينا دفعه سياحيه ان شاء الله. كل شيء كيبان، يعني المعالم كلها فاس كتبات من هنا. يكفي ان يجي الانسان الصاعد المغربي يعرف فاس كلها، كيمكن يتجول فيها في وسط المدينه، ولكن هنا القرويين راه مولاي ادريس، يعني كتحس بان كل شيء المعالم هنا كلها كتبان لك يعني مضبوطه، ها الساكن كلها يمكن، اما الممر تدوز منها ماشي مشكل، ولكن هنا يعني باختصار يقدر الانسان كما قلنا يجي نص ساعه ولا ساعه الله بالمكانه يقدر يشوف فاس كلها من خلال هذا. ما هي المقترحات ديالكم يمكن لا تكون هنايا؟ مقترحات كاين بحال دابا يعني الفندق، راه كاين فندق، ولكن كنقولوا هنا بحال مقاهي، بحال شي حاجه كتطل، شي حاجه شي منتزهات يكون كتطل هكذا بشي ادروج هنا كذا، مع الصور يدار الصور هنا هاد المقابر ديال المسيد يدار، ويدار اسوار هنايا، ودار منتجعات هنا على على يعني بمحادث مع وبالنسبه للمديريه ديال الثقافه اني نقوم بواحد الترميم ديال الاسوار التاريخيه، يكون واحد الترميم وتعطينا الجمال، لان متواجدين حدا واحد 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 البنيه التاريخيه. كذلك من بعد من بين المنجزات عاوتاني اللي تمت لنا في المقاطعه هو هذا الفضاء اللي كان عباره على تقريبا ولا دابا منتجع او يعني مكان عمومي يمكن له يستقبل المواطنين من اجل في العشيه او في الاستراحه ديالهم. كنشوفوا كراسي، داروا كراسي هنايا، داروا يعني مظلات تما، كنحسوا بديك المظلات. كاين هذا المجال الاخضر ان شاء الله، حنا عارفين عندنا الاسوار، تصوبوا الاسوار وتصوبوا دابا الاماكن ديال التشجير او ديال الخضره، هادشي كله غيتزرع يعني او يستلبس، وهاد المسائل كلها تولي يعني مجال ديال. كنشوف بعض الناس دابا راهم تما جالسين كيهبطوا الناس الكبار، الناس اللي كيبغيو يرتاحوا، اذا هذا كل شيء عاد تصاوب جديد، كانت هذه المنطقه تفتقر اليه الحمد لله. وكنشوف واحد العدد الاشجار، يعني دابا الحمد لله قبطات راسها الاشجار اللي ما كانتش، يعني هذه المسائل كلها توفروا واحد الفضاءات يعني للاستراحه للمواطنين. شي كل هذه المنطقه كلها كان اهتمام خاص من طرف الرئيس. علاقتكم برجال السلطه؟ علاقتنا برجال السلطه علاقه احترام وود، يعني كما قلت قبيله كيدخلوا، لكن كيدخلوا ملي كنعيطوا لهم، ملي كنسديهم بطبيعه الحال المسائل. وانا كنقول لك على السيد الباشا بخصوص التعمير وبخصوص التعمير بطبيعه الحال كما قلنا كاين شويه من شويه كيمكن بحال دابا ناخذوا رجال السلطه كيقيلوا خدامين فوقاش كيديروا المخالف فوقاش كينوض،
كانوا حتى 11 الليل 12 كانوا يخدم كيمشي للسبت والحداد كانوا يخدم هو كيدير المخالفه فكان صيفطوا الليجان كان صيفطوا المقدمين كان صيفطوا ولكن كتصيب ان القانون اللي كان قديم ديال القانون القديم كان ماشي جازم دابا القانون 66 12 كيمكن يعني كيعطي للرجال السلطه التدخل والهدم وبعض التدخل بعض المسائل يعني ما كانش في السابق اذا العلاقه ديالنا مع السلطه علاقه احترام وكيدخلوا في كل ما طلبناهم من داكشي كله في حدود الامكان ديالهم ما كيستطعوش يديروا داكشي كله اللي خصو يدار لكن كيدخلوا يعني بنسب متفاوته. سيد الرئيس حنا على مقربه من نقطه سوداء ديال الترامع المئه العام. يعني ايضا كيفاش ستعالجوا هذا المشكل ديال الترامع المئه العام؟ نعم ذكرنا قبيله ذكرنا كما دار الان نعم. عفوا الفاسين نعم. كلهم تهضروا نعم. نعم. على الفاسين كامل نعم كون نعم. حيت الدخله للمدينه ولا الدخله مشوه شو نعم صحيح هاد المداره هادي كما قلنا يعني كما نقولوا ديما هو هاد الناس اللي محتلينها هما تا هما ناس مواطنين وناس تا هما خصهم يعني خصهم كان المنطقه ديالنا باش كانت عندها واحد المشكل هو ان كاين ما كاينش معامل بزاف وكاين شويه الفقر كما قلنا قبيله كاين شويه الفقر ولهذا ما كتسيب هاد الناس ما عندهم ما يدير الا عيدي واحد التجاره فين عيدي لداخل ما عاد تشوف يعني كيجي حتى هو يحتل الملك العمومي هاد الدائره هادي اطار المقاربه الاجتماعيه اللي درنا مع السلطه هو ان نوجدوا لهم فين يكونوا فالمنطقه اللي كنا فيها قبيله ديال المصلى هي مكان لترحيل هاد الناس هادو كلهم ان شاء الله راه كاين جمعيه دابا متصاوبات السلطه باستمرار او بتنسيق تام مع الجمعيه هادي باش ننقلهم كما قلنا قبيله 252 مربع تما اللي غتعويننا جل هاد الناس هادو والباقون سوف نبحث لهم على اماكن اخرى من اجل علاجهم ومن اجل يعني اسكانهم ان شاء الله بحول الله. هناك جدول زمني؟ ما مرتبطش بالجدول الزمني بقدر ما هو مرتبط ببعض الظرفيات بعض حصل الجمعيه تكون واقفه يعني الجمعيه وقفات وعاوتاني تحلت ذاك الجمعيه ديال الباعه الجائلين فإلا ما كانش إلا ما خداش البادره هاد الجمعيه ديال هاد التجار هادو غيضطر السلطه تدخل يعني باش تفض هادشي كله ويعني ويمشيو تما يعني ترحلهم يعني باش تخوينا هذا المجال هذا ان شاء الله خصوصا كنلاحظوا هاد الرفيج هاد الفاصل بين الطرف تو احتل فهمتي احتل تو منظر يعني لا يليق فالحمد لله راه جاي انا كنقول لك السيد الولي يعني عنده زياره بانتظام للمنطقه باش نفكوا هذا المشكل وراه كلشي قلق في هاد الوضع هذا كاين بعض الناس المستفيدين اللي كيستافدوا من هادشي كله هما اللي كيزيدوا يعني يعطروا العمليه ولكن ان شاء الله سوف كما اخر الدواء الكي فبالتالي اذا لم نجد بدا فسوف يكون هناك يعني تدخل يعني يرجع الامور باش ما يبقاش هذا الاحتلال العمومي لان هذا كيشوهنا للسمعه ديالنا ولا المنطقه ديالنا ولا المواطنين حتى المواطنين ما كيعرفوش منين يبداو كتسيب انت قهوه دابا حنا ناخذ هاد المقهى هادي محطوطه فوق تبنات في الوقت اللي كاين ديال الناس مشغولين مع الانتخابات هما تبنات هاد القهوه هادي القهوه هادي تعيق المره تعيق المره عندنا مشكله اخرى ديال 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 السيارات الاجره اللي كيديو للمناطق حنا قلنا الا تحلت لنا داك الطريق داك الدائريه هادشي كله غنقلوا لفوق ان شاء الله غنديو للمنطقه الروي باش نخويو هاد المنطقه هاد الجهه هادي ونخويو الباعة الجائلين ونخويو هاد سميتو وغتولي لنا واحد يعني منطقه متسعه ان شاء الله هاد الطريق هادي عاد صوبتها نسفيت بطبيعه الحال العمره صوبتها ولكن بتنسيق معنا ومع رجال السلطه انتهى هاد الطريق تصوبت وحنا صوب النص وحنا كنا صوبنا النص 1200 متر مربع اللي صوبنا النص في الطريق ديال حي المصلى عند المصلى وصوبنا النص في الطريق ما تقدرتني ميزانيه فواحد الطرف هاد التروس هاد الشطر هذا التحتاني صوبته العمره يعني صدقني عارف باش تمشي باش تعطى للسلطات باش تهيئها وتهيئ لها يعني العربات ديالها يعني هاد كنلاحظوا هاد المنطقه هادي كلها عامره بسميتو بالباع الجائلين وكيخص باش يكون واحد القلق لا من ناحيه ديال الضجيج ولا من ناحيه ديال النظافه ولا من ناحيه ديال الضجيج ديال الليل يعني كتبقى حتى 11 12 الليل جوج الصباح هما مازالين خدامين اذا الناس ما كيسيبوش راحه ولهذا كان عندنا واحد لقاءات مستمره مع السيد العمده
اللي يقدر يخصنا هذه المنطقه هذه او يقدر يقتني لنا حيت هذه ديال الخواص يقتني لنا مع الخواص باش نديروا فيها باش يعني نقويوا فيها هذا الباع الجائلين. اذا حنا دابا الان وصلنا لاخر نقطه في المقاطعه الديماليه هي هذا وهذا الحدود اللي هي الطريق ديال مولى يعقوب اللي كتفصلنا بين اقليم مولى يعقوب. اذا المقاطعه من هنا كتحد كتمشي مباشره. حنا دابا الان في الشارع الرئيسي اللي كيدخل اللي كيستقبل الزائر لمدينه فاس اللي هو الطريق ديال مكناس. هذا الشارع هذا في الحقيقه اللي مره اخرى تدخل ديال السيد الوالي ملي جا صاب واحد شويه ديال التجاوزات فيما يخص بعض البنايات وعطى الامر ديالو وعطى التوجيهات ديالو باش يرجع يعني يكون واحد التراجع يعني الرجوع الى الخلف شويه بحوالي واحد 30 متر باش نكون عندنا واحد الاستقبال او المواطن اللي غيدخل او الزائر اللي يدخل يكون عنده واحد الاستقبال ماشي ما يقبلوش الاسمنت بل يقبلوا المسائل الخضراء يعني الحدائق والمسائل الخضراء. اذا هذا كان التوجيهات ديالو. كنلاحظوا بان هذه منطقه الشمال كلها هي ديال المارينين وهنا منطقه ديال زواغا مولى يعقوب هذه المنطقه اللي على اليمين منطقه الشمال. اذا هذا التدخل ديال السيد الوالي اعطانا واحد الجماليه ومجلس العمل كذلك دخل باش صوب هذا الشارع هذا الرئيسي لان كيفصل ما بين المقاطعتين وما بين المدينه. هنا الشارع هذا الحمد لله تاهل باش يستقبل لنا المواطنين وكان الحمد لله كذا واحد انطباع طيب عاوتاني لدى المواطنين والساكنه والزائرين حد سواء يعني تبدل لهم يعني النظره الى مدينه فاس من خلال هذا الشيء اللي تصاوب ومن خلال هذه التوجيهات. كما قلنا شخصيا اكثر من 4 ولا 5 المرات اللي درنا جولات مع السيد الوالي والتوجيهات كيعطي باش كيبرش يرتب هذا المدخل هذا. فمشكور السيد الوالي وكل المتدخلين في هذا مجلس العمل كذلك اللي هو كنعتبره تاع الشريك ديالنا اساسي حتى هو دخل باش هو اللي صوب هذا المجال هذا وهذا الشارع هذا. هذا ثمن نعم بالجميع بين الجماعه وبين العماله وما بين مجلس العماله وما بين الولايه. اذا باش دار هذا العمل كل شيء من خط الفروق التقنيه والمصالح التقنيه كلها من كبات على هذا الشارع هذا باش يرجع في هذا الحل اللي اصبح فيه. وبطبيعه الحال اضافه عاوتاني لهذ المصابيح اللي عندها لونين الاخضر والاحمر واللون الثالث هو الابيض. اذا هذا الجمال اللي تعطاه مع كنشوفوا هذا الشكل ديال هذه المصابيح اللي كيعطي شويه ديال كما قلنا ديما الجماليه للمدينه. كتحس بان فعلا تدخل المدينه ما دخلش لواحد القريه مهجوره تدخل المدينه ومدينه عريقه اللي هي مدينه فاس. اذا لابد ان تعطى لها يعني الامكانيات الماديه والنفسيه من اجل اظهارها وابرازها وابراز هذا الارث التاريخي من كنشوفوا هذه المؤسسات كما هذه الفنادق والمؤسسات اللي غتكون هنا على اليمين ان شاء الله يعني حتى هي غتكون مؤسسات ان شاء الله في الصنف ديال اظهار المدينه بالحله ديالها كما قلنا. شكرا. السيد رئيس الحدود ما بين اكدال هي هذه هي الحين فيها دابا اكدال دابا كنشوف الحدود ما بيننا وبين اكدال من سميتو من القنطه من المحطه ديال البنزين هذيك تسمى الحدود مع زواغا. حنا دابا الان في الحدود مع اكدال هذه كلها منطقه اكدال هذا المارين على اليسار واكدال على اليمين. داك هذه الدخله ديال الدكارات المقنطره ديال الدكارات اللي راه في طور الاصلاح حتى هي ان شاء الله مزيان. هنا اسمها هي اهم المشاريع اللي غتشوف النور مستقبلا. كنا بعد المشروع المهم اللي عندنا هو توضيب كما قلنا داك الحافد مولاي ادريس. هذاك المشروع من اهم المشاريع اللي ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله. وكما قلنا نامل جاهدين مع سميتو مع السيد العمده ومع السيد الحارسي اللي توقف الملف فيما يخص المنطقه الصناعيه لان كنأملوا لي بزاف هذه المنطقه الصناعيه لان غتضمن واحد العدد ديال اليد العامله غتمتصنا واحد العدد ديال العامله اللي كما قلنا دابا الان يعني كتعيش في واحد ظروف عمل يعني جد مسيئه. اذا حنا كنقولوا هذه المنطقه هذه غتأهلنا غتحاول تمتصنا اليد العامله وغتأهلها وغتكون عندنا واحد لمبا واحد الانعكاس تجاري وانعكاس يعني صناعي مهم جدا. يعني كما قلت قبيله عندنا دابا الان ان الان يعني واحد الصراع او واحد التصارع حول السوق ديال الحذاء. هذا السوق ديال الحذاء الان كيتنافسوا على المغرب يتنافسوا على عده الدول الصين
وتركيا وبرتغال وإيطاليا كلهم يتنافسون، ومصر ومصر الآن لأن كاين عندهم رؤوس أموال ولكن ما عندوش فين فين يستمروا دابا، لأن القدرة الشرائية ديال المواطن المصري يعني ضعفت، وبالتالي اتجه دابا المستثمرين ديالهم في هذا المجال اتجهوا إلى المغرب كيجوا بأن ضعيف. فحنا كنأملوا باش ينطلق هذا المشروع هذا، إلى انطلق هذا المشروع هذا إن شاء الله غادي نثبتوا الوجود ديالنا، خصوصا أن وأن الجودة ديال الحذاء المغربي يعني عالميا تتداول بأن الحذاء المغربي، ولهذا خصنا نحافظوا على هذا الميزه اللي عندنا بانشاء هذه المنطقه الصناعيه. وكنقولوا بان وزاره الصناعه والتجاره ستنخرط معنا، الغرفه الصناعه الغرفه الجويه للصناعه والتجاره يعني تفهمات وماشيه معنا، خصنا كذلك المتدخلين كلهم يدخلوا معنا باش نمشيو فيها. كما قلت السيد العمده ولا السي الحارثي اللي كابتن الملف راه ماشيين فيها بالتنسيق معهم مع الجمعيات المهتمه بهذا المجال، ومع حتى المشتغلين او العاملين في هذا المجال والمؤسسات يعني الصغيرات او الكبيره حتى هي باقي هذا المشروع هذا يبان ان شاء الله. احنا ماشيين ان شاء الله الى سبح الله عز وجل خاصنا غير كل ما جديد عندنا ان شاء الله. هذا من 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 المنتظرات ديالنا اللي كنأملوا عليها، يوجد مشاريع كبيره ان شاء الله الى سبح الله عز وجل. وكنأملوا مستثمرين اخرين يدخلوا للمقاطعه المنطقه لان فيها كما قلنا اليد العامله متوفره والظروف كلها، وكاين ما كاين فضاءات الى 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 زعما المستثمر. كاين هذا الفضاء السياحي كما قلنا ديال المطل على مدينه فاس، هذا الفضاء مهم. عندنا كما قلنا هذا الفضاء ديال الصناعي، وعندنا المساله الاخرى ديال الفضاء ديال يعني الترفيهي اللي غادي يكون ان شاء الله في هذه المنطقه. ملي كنقول فضاء ترفيهي من توضب هذه الحفلات وليس تكون كتضم مرافق اجتماعيه ومرافق تجاريه ومرافق اجتماعيه، اذا يجب يعني الاهتمام بهذه المنطقه باش نحاول، لان الى قدرنا وفرنا لهذه المنطقه اللي يعني هذه المساعده نكونوا كنحميوا باقي المدينه من بعض الانزلاقات وبعض اللي كنضمنوا واحد العدد ديال العاملين هذه المنطقه تبتات، اذا كنحميوا كما قلنا كنوقفوا يعني التسربات او يعني الانزلاقات ديال باقي المواطنين الشباب والعاطلين كيمشي يهبطوا. شكرا سيد الرئيس، شكرا جزيلا. العفو تبارك الله. كنشكروا الموقع او الجريده او الموقع الالكتروني ديال فاز نيوز اللي في الحقيقه كيوكب جميع اللي كنهنئوه بعدا على هذه المواكبات، وكنجامع على جميع ما يحدث في فاس. هكذا اذا سميت فاس فاسمه عليه فاس نيوز فعلا. انتم كان فوق ما يبغي الانسان يعرف الحدث كيدخل الفاس نيوز، فمشكورين ومتقبل الله منكم. وفعلا هذه الصحافه الحمد لله المواطنه هي هذه، فمزيد من التالق ان شاء الله ومزيد من من من, من نجاح ان شاء الله في مساركم الاعلامي ان شاء الله بحول الله ما قوتي. ونطلب من 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 جميع القنوات الاخرى ان تحدوا احدواكم ويعني تعطينا الخبر طريق وتعطينا الخبر الصحيح وتكون صحافه يعني نزيهه صحافة مستقرة. شكرا.